السلام عليكم. الأدوات اللي بتسهل الشغل كتير جدا في برنامج الركاب هي الميني ماب. الشاشة الصغيرة ديت اللي بتحدد لي أنا موجود فين دلوقتي، تمام؟ يعني أنا لما ببدأ أتحرك بتلاقي إن هي بتتحرك بنفس الشكل دوت، أنا موجود في المكان الجهاز دوت، ممكن أتنقل لمكان الجهاز دوت بسهولة جدا، تمام؟ فهو بيديني إمكانية إن أنا أتنقل. ممكن أقول له أنا عايز أشوف، كبرها لي، تمام؟ عايز اعمل زوم على جزء معين، عايز ابدا بحيث اشوف حدود المكان كله. فده بيسهل كتير جدا في موضوع التنقل. وحتى لما تيجي هنا، ده هنا على اساس تشوف التقارير، داتا ريبورت والحاجات ديت، تمام؟ بتلاقيها برضو موجوده، فده برضو بيسهل لك الشغل. تقدر تعمل زوم بحيث تشوف انت موجود هنا فين، تقدر تيجي هنا بحيث تشوف الجزء دوت بيدخلني في ريجستريشن مود. لو انت عايز تبدا تحط نقطة ريجستريشن، تبدأ تدخل السيرفي بوين بتاعتها، النقط بتاعتها، تمام؟ أو هتيجي هنا وتبدأ تشوف النقط اللي هي الانتر تارجت، تمام؟ أو هتيجي هنا تشوف التقارير، الريبورت، سواء الريجستريشن داتا أو التارجت داتا، تمام؟ دول المعلومات اللي دخلت من المعلومات، بيقول لي إذا كان في اوفرلاب أو في حاجة فيها مشاكل. التارجت داتا، تمام، سواء سكان، تمام، او كونكشن، التواصل بين الاثنين او التارجتس بتاعتي، بيبدا يديني معلومات كامله. واللي بيساعدني ان انا بعرف الاماكن الحاجات دي فين هو الميني ماب دوت، تمام. ممكن تيجي من هنا تقول له انا عايز اشوف الحاجات مش ار جي بي، كانها ابيض واسود ورمادي، او ترجع تاني للار جي بي.